حلم يا مولانا ملازمني زي ظلي، انام اخفي يجيني احس كده ان انا جوه سرداب. لازم سلم طويل والسرداب بعتمة. في ممر كده طويل لحد ما بلاقي صندوق. بقى افتح الصندوق ده بتفزع. الاقي تعبان كبير اوي وجنبه بيضة صغيرة كده. البيضة دي بيطلع منها تعبان صغير بيلف حوالين التعبان الكبير ده. لحد ما يعصره عصر. جيت امد ايدي لقيت نفس التعبان الصغير ده بيبخ الخش. اتفزعت. كل مره اصحى من النوم مفزوع. لا حول ولا قوه الا بالله يا حي يا قيوم يا صاحب المدد. كلامك ايوه مش بيطمن يا عبد ربه. ايه تفسير حلمك ان ابنك اللي من صلبك هيقتلك؟